مش كثير كاري بليز لانه بيني كثير طويله انا رفيعه وطويله. هلا رح فسرلك ليش رح نعمل كاري. طلعي معي اسم الله انت طويله هلا اوكي طويله ببالش على الطويله دابيتود عادة. بس انا قصدي مش هيدا الكاري اللي له. انا وصيارة متقصير. شو بيعمل دابيتود؟ دابيتود بيجيب له توت. فيكتور فيكتور يعني انا بحب الكاري اللي لهون مش لهون. لا لا لهون لهون فيكتور. اوكي طلعي معي عم يطلع بلا موديل. بس فهموني ليش بدنا نعمل لها كاري. انت بتسمعيني ولا ايه؟ انا سامعك يا برنس. اوكي يا برنس. اوكي مسبسلين بلا طعمه بلا فون بلا هاي. رح نعملهم عصويات بعضهم بقصة غير شكل معلوم بموت. من قدام اكيد مش عصويات. اعمل ايه؟ من قدام اطول شوي صغيره. مشتي يعني. هنا دخلنا قطع عميق قبل. استنى عشان فيكتور عايز يوريني القصة. بكره تتكوني نومينيه دينا شوف شو بده يصير فيه. شو بدي اقلي جميل عشان اتجوزها. بعيد الشر عني. لون على عيني وعلى راسي مش هتغلي لون. طيب. مش عارفه شعري. هلا انت عم تحكي هيك. اعطيني ساعه وتعي شوفي شنطتك كيف بدها تصير. اوكي انا موافقه والله. ما تقصرش. 100% القصه وكل حاجه. بس هي عندها قلب انها تقص شعرها. شنطتك ما تهزي. اوكي. ثانك يو شنطتك. يعني ما فيش حل دلوقتي؟ هو ماله وشها رفع كده ليه؟ وشك رفع ولا ما رفع؟ شو يعني رفع؟ الله يعني خدعت؟ مش خدعت؟ هو انا ضربت قصري اكثر بغنيك له كمان مجموعة خوري ما بيصير قصري. شوش مخور. شوش؟ بيد الشعر عن شعري؟ شو كيف؟ هذا الشيء اللي هلا انت عم تجيب قصة شعرها يا عباس. عباس شنطان شو صار؟ مش هلا انت عم تجيب يا شو بدك فيه عم يتسألوا عليك؟ هو مش شعري هذا من اكستنشن اصلا. حد بيقول لها حلوة. اكيد هتطور قوي لا أثر لك إياها من قدام إيه؟ لا مو بده ترفيه بده ترفيه لا بدوش يا فيكو بدوش؟ إيه؟ وين؟ هاد بقى أحمر ليك ليك هاي طلع حاله لهون. حلوين كده؟ تمام كده؟ غير ما مات؟ قمر. اللي انت شايفه كده. شو الحلوين؟ كيف يا حلوين؟ قلكي باللي انت فيه. قلكي باللي انت فيه. في حالة اختياره. دينا مصرية. عاملة ايه يا حبيبتي؟ يا انتهيت عقلك مالك يا دينا ايه عشان ده كمان مال يا عباس في ايه مستغربني كده ليه اول مره خليكي كيوت انت بنوته كيوت مش كيوت ومش بنوته بصي شوفي مثال جنبك انا مره سيد انا اسمي سيد معلش يا سعد والله ايه يا حبيبي والله في مصريين حلوين والله في مصريين حلوين ومختلفين عن كده واحده منهم دينا حياتي عفريت والله بصي عفريت ليه صاروا شقر بيطلع طيب الفيولين فيولين يا بنتي ما بدك تقوي شوي يلبقني انا الاشقر ولا لا؟ ها؟ وي منيح بعد في شيء بدك يساعدوكي ساعديها لارا ساعديها ما نشفوا شو ما بيلبق لي هاللون ابدا يبهتني بدك ترجعي تفوتي ليه؟ كله دواء ورا بعد؟ يلا ما انا ما عم بسيع دواء بسيع دواء Thank you.
دو نوفو. ايه ما كان هم اسود من قبل. صح. من جديد حنان شعر اسود. ليه غيرت لي؟ يلا منغير حلو عملنا احمر خلص. لا 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 والله لا. صار زعلت وقت طلعت من هنا. ولك ايش ما خلصت الدنيا. انا كثير تضايقت. زعلتي ايه؟ لانه انا غنيت منيح بس غيري احسن. هيدي الفكره اللي وصلوا لي. تقلك حنان كيف عملي؟ شو رجع عيد الجملة؟ طيب يا حد بيضحك لنا من نور بعد ما قبل الجنون من يوم ما في حد بيضحك نسيم نشتر نشتر شفتي شو اجمل من الطويل؟ هلا اوكي طويل شعر حلو نحن اجمالا الشرقيات كل البنات الشرقيه بحبوا الشعر الطويل عرفتي كيف؟ شو حلو هلا هم بينزلوا لحالهم مشارك ناعم انت شو بكي؟ علي اه يا شو 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 شو